اتركي صينية الأكل وتعالي. لا ما بدي، خلاص اترك لي إيدي. استني شوي ريان، أنا باخدها. تعبتي حالك بتحضيرها، أنا رح أخدها. طيب. أمي أسماء؟ هات هي عنك، أنا أساساً نازلة لتحت. خير شوفي؟ ارتفع ضغطها شوي وأنا خفت عليها، بس لا تشغل بالك، هي منيحة وأعطيتها الدواء. مناخدها على المشفى؟ لا، ما رح تقبل أبداً، أنا تركتها لترتاح. لا تاكل هم، هالشي بيصير دائماً، العمر إله حقه، وطبيعي تكتر أمراضنا بهالعمر. ما بيصير هيك، خلينا ناخدها على المشفى. لا لا تسوي هيك، تعرف ما بتحب حدا يشوفها وهي بهالحالة، وإذا عرفت إني حكيت لك بتعصب علي. يلا لا تشغل بالك، صباح على خير. تلاقي الخير. خير صاير شي؟ شو بيعرفني؟ معدتي صارت توجعني كتير هيك فجأة، كأني أكلت لقمتين أكل ما كان لازم أكلهم بهالوقت. الظاهر مرتي ما ساوت لي الأكل بمحبة. بالله جد، تعرف حبيبي أنت ما بيلبق لك الدلال أبداً. ميران عن جد انت منيح، رحت على المطبخ ورجعت بسرعة. طالما انت جنبي انا منيح. يلا لا تفكري بشي، نامي. اليوم كان صعب ومتعب كتير إلنا. الصلاة اسمع، مو هاي الجزمة لستي؟ ليش حطيتيها هون؟